سارة عبد الباري وأحمد الموجي على راديو مصر. كل مصر. يعني احنا بنرحب بيك ضيفنا الكريم احمد فريد، مرشح عالم رائد فضاء، متحكم مركبه فضاء، وكمان المصري الوحيد في عمليات الفضاء بوكاله الفضاء الالمانيه، وعضو فيدرالية الفضاء العالميه برئيس المجموعه الافريقيه. هو مجال الفضاء مجال واسع، والمجال ده في كذا يعني كذا مجال ممكن يخش في مجال الفضاء. هو مجال علمي ومجال هندسي. المجال ده في حاجات كتير بتفيد البشرية نفسها. فالهدف بتاعي من صغري ما كانش، يعني أنا مش عايز أقول كلام بس كبير شوية، بس الهدف بتاعي من صغري ما كانش حاجة إن أنا عايز أبقى في مركز معين أو عايز أبقى في مكانة معينة، لكن كان في عندنا رحلة مدرسية. الرحلة دي كانت مع اللي هو الهانديكات، اللي هم بالضبط ذوي الاحتياجات الخاصة. طيب عشان بس ايه نتفق، هم برضو ناس عاديين على شريكة طبعا. لا هو بيقول يعني ان هي كانت الرحلة، محدش بس يزعل مننا. لا خالص ويمكن احسن مننا، ويمكن دوام برضو نوع، يعني يمكن دوام برضو كان الموتيف اللي عندي ان انا الاقي فعلا يعني ناس عندها مثلا حواجز معينة بتحوب، لكن بيقدروا ان هو يوصل لهم اللي هو عايزين. صحيح. عن طريق رحلتي دي، المدرسة دي، يعني قعدنا ونلعب مع بعض ونغني مع بعض، وكانت رحلة حلوة كلنا. بعد كده فهمت منها ان الواحد ممكن يعمل حاجة حلوة للبشرية غير ان هو يحقق كارير لنفسه او يحقق فلوس كتير او حاجة معينة، هو يعني حاجة مادية. لان لقيت مثلا بسمة ولد صغير من نفس سني ان هو مبسوط ان احنا نفسنا رحنا وقعدنا معاهم. البسمة بتاعته دي كان ان هو يعني فرحان. بعد كده من الامهات جم عندنا وكانوا مبسوطين جدا ان احنا قعدنا معاهم، وكان في كده يعني زي موتيفيشن كده ليهم ان الحياة حلوة وان احنا كلنا واحد وان احنا كلنا ممكن بنكمل بعض. عن كده بعد كده بقى ليا علاقة بأي حاجة ليها تطور للبشرية. بمعنى يعني التركيز بتاعي ما كانش تركيز قوي على كارير، اكتر من هو تركيز على انا عايز اعمل حاجة ما تكونش بتضر، وفي نفس الوقت تستخدم المجتمع، وفي نفس الوقت المجتمع فعلا. واضح انك كنت بتفكر في غير المألوف كمان، يعني يعني التفكير نفسه كان عبارة عن مثلا مش عايز مثلا ابقى مثلا في وظيفة معينة، الوظيفة دي اخدها حاجة تدريجية واوصل منصب معين. لكن التفكير عبارة عن في ايه ممكن يفيد للبشرية اقدر انا اساعد فيه، لكن مش في نفس الوقت برضو اخد فلوس. طيب. يعني في نفس الوقت انا عايز اعيش برضو. كان التفكير ده وانت في سن قد ايه ولا في سنة دراسية؟ ده كان في سنة حوالي ثالثة ابتدائي او حاجة كده، كنت صغير يعني جدا. طيب احمد، احنا بنتكلم عن جزئية مهمة جدا، انت يعني فكرة الدافع اللي انت بتتكلم عنه اكيد حط لك خطة معينة، يعني في احنا مش بنقول كلام كبير ولا حاجة، ولكن ان انا بحط نقط معينة عشان اقدر اوصل للهدف اللي انت بتتكلم عنه، اكيد بناء عليه اخترت مجال دراستك. هو يعني انا البداية اللي كنا بنتكلم فيها، اخترت مراحل دراستك ازاي؟ انا اقول لك على حاجة تضحك بقى فعلا، يعني الخطة المعينة اللي انا كنت حاططها مفيش حاجة من اللي انا حاططها كخطة مشيت. يعني لدرجة ان انا وصلت لنقطة معينة وقلت خلاص انا كل اللي انا عندي هعمله ان انا هحضر نفسي للي جاي، علشان لما يكون في حاجة جاية الحاجة دي كويسة انا عايزها، وفي نفس الوقت تجيلي ابقى انا محضر نفسي ليها. في جميع بقى الـ يعني جميع مراحل الحياة نفسها بدأت ان انا ما خططش، لان انا كانت خطتي مختلفة، يعني كان وبعدين لكل سنة عمرية لكل عمر معين كان في خطة معينة. يعني كلنا عدينا على وانا مثلا عندي 3 سنين نفسي اطلع دكتور، وانا عندي 4 سنين نفسي اطلع ضابط، وانا عندي 5، يعني كلنا عدينا على مفيش حد نفسه يطلع على وظائف حاجة مختلفة. انت على حسب الهدف، نفسي اطلع مذيع، نفسي اطلع يعني كان فكل واحد بيشتغل حاجة دلوقتي وقال ان هو كان من زمان نفسه يعملها، دي حاجة من الحاجات اللي كان نفسه يعملها. بس الأساس
ان كان في حاجات كتير قوي كان نفسي انا عايز اقول لك على حاجه. انا كان نفسي ابقى سوبرمان باي ذا واي، يعني انا كان نفسي فعلا بس ماشي مع مجالي.